كنت معه بالمشفى، كنت بأوضتها يعني. طلع أنا بالنبض لقيته 70 60 50، قال لي بلا ما تشوف هاي اللحظة. كنت معه بالمشفى، كنت بأوضتها يعني. أنا اللي خبرت يعني أصلاً. الموضوع كان تسارع رهيب الحقيقة، يعني غير متوقع على الإطلاق. يعني ما في شيء يعني بينبئ إنه هاي المرأة ممكن تغادر، لأنه بكامل نشاطها وقوتها وتوقدها وحاضرة تماماً، ولا في أي شيء. راحت فيها عندها أزية تنفسية، بدها تأخذ رزاز بالمشفى لأنه بالبيت غير كان متوفر. ويومين أخذت القصة يعني. خانة يعني عم طلع أنا بالنبض لقيته 70 60 50، ما عم نصدق يعني. يعني أنا والمساعد الممرض واقفين فوق رأسها يعني، ما عم شايف يعني. قال لي، قلت له شو الموضوع؟ قال لي في رأس الموضوع عم يخلص، وقال لي بلا ما تشوف هاي اللحظة. طلعت من الأوضة ورحت لعند سليم فورا قبل ما توفى يعني. يعني رحت لمهد له يعني بأي شكل، ورفض الفكرة تماما يعني، وقال لي شو المسخرة وحاج تحكوا وعاد عني وقصص أي سنة. قلت له لا، ما عم أقول لك، عم أقول لك وضع خطير وعم تراجع يعني، وفي كذا وفي قصة معي، بس مش همان يعني، لأنه من يومين طلعت عادي يعني، ما بيقدر يتوقع يعني هيك. فاتصل فيني الممرض، قال لي العوض بسلامتك. سليم لهلأ ما فقت، هو الفكرة رافضة. فما يعني هلأ أنت قاعد، هو ما نوع يعني شبه هلأ بالهي عم يقول شبه شو في شو هاد ليش باردة هيك يعني. هو الفكرة ما نوع ما قادر أن يوصلها، لذلك ما لا ما فقط رفيق الدرب وسليم، ما عم يقدر لسه يستوعب الموضوع يعني. ما فينا نعامله على أنه فقط رفيق الدرب. الأيام الأخيرة كانت هي بصحة جيدة؟ فيها شيء أبدا. تعرضت لكسر، عملت عملية ورجعت على البيت وأمورها تمام وكذا والعكس يعني. قبل ما أدخل على المشفى دخلت ساعتين، دخلنا بنقاشات وبحكي لها شو صار معي محمود درويش، ولما انكسرت أنا، ولما تأذيت، ولما مرضت، وكيف أنا تجاوزت القصة بدك تتجاوزيها، وأنت أقوى مني وكسرك أضعف من كسري بكتير، وأنا كنت عم بلقي شعر واثنين ماسكيني من رجلي. قلت لها وين الوضع مختلف تماما، لأنه عملت لي أنا معصبة كتير وبيقولوا لي ما عم بقدر يعني أتخيل أنه بدي أقوم بسرعة يعني. فقلت لها أوكي طبعا طبعا بتقوم يعني، بس أقول لك تجربتي أنا شو صار. قعدت جنبها هيك تحت زيها وعم بقول لها، فهي بلشت تطلع من حالي أنه في حدا تعرض لشيء أقسى من حالتها يعني. هذا بين الحكي هاد والوفاة يومين. كيف قدرت تخبر الأستاذ سليم؟ خبرني عن اللحظات اللي خبرت فيه. بكل أمة الله لحتى يخبروا سليم. أما أنا رحت لهون عليه قبل الوفاة، بس بعد ما توفى اتصلت بريم، اتصلت بالنقابة، اتصلت بالأصدقاء، اتصلت لهم تعالوا روحوا قبلي فوتوا. وبعدين أنا طلعت لأنه أنا عملت لها ترتيبات ونزلتها على البراد وقصص وقصص يعني، عملت كل الترتيبات بالمشفى. بعدين رحت لهم قلت له، قالوا لي ايه، فدخلت على البيت. ما انا ما قدرت اللحظه هي يعني، انا واجهوا فيها حقيقه يعني. خليت 10 بالبيت يفوتوا قبلي لحتى اقدر يعني اقدر اشوفه.